مصر الفضائية في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا بتابعونا. لقاء جديد بيجمعنا بكم عبر برنامج مع الشباب. مع الشباب بنفتح قضايا نستضيف من خلاله مبادرات شبابية وعدد من القضايا الشبابية المختلفة اللي بتهم شريحة الشباب. يمكن في الفترة الأخيرة ومع الأزمة الاقتصادية اللي كانت مرة بالبلد ظهرت عديد من المبادرات الشبابية اللي كان همها في الأول هو الوطن الحبيب وكان همها مساعدة الغير وقضايا المجتمع. من ضمن المبادرات دي كانت مبادرة كرسي الفرح للمعاق، المبادرة اللي انتشرت بصورة كبيرة جدا وده نسبة لأعمالها الخيرية الكبيرة اللي قامت بها. سعيدة جدا انه في الحلقة دي يكون معي رئيس ومؤسس مبادرة كرسي الفرح للمعاق صدام الجزولي. اهلا ومرحبا بك صدام. مرحبا والله يا استاذة ومرحبا بكل مشاهدي قناة النصر وان شاء الله نقدم يعني مداخلة طيبة يعني. اهلا ومرحبا بك صدام رئيس ومؤسس مبادرة كرسي الفرح للمعاق. صدام في البداية عرفنا عليك أكثر وعرفنا عن المبادرة بصورة أكبر بداياتها ونشأتها. في البداية قال الله تعالى في محكم تنزيله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مبادرة كرسي الفرح للمعاق أنشأت في منتصف العام الماضي بغرض مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم بالمعينات الحركية من كرسي متحرك وعصاية ومشاية وطرف صناعي. طيب صدام، اول ما بدات الفكره يعني الشدك شنو لانك انت اصلا تعمل مبادره تقدم لها للمعاقين او اصحاب الهمم عدد من المعينات اللي بتساعدهم؟ والله طبعا قبل هي تكون كرسي الفرح يعني قبلها انشاتها مبادرتين، يعني واحده اسمها نفس الحياه وواحده اسمها باب الفرح. فمن خلال يعني شغلي في العمل الطوعي لقيت انه شريحه الاشخاص ذوي الاعاقه هي اكثر شريحه خاصه ومهمشه، بعدين نسبة الإعاقة كبيرة جدا في السودان يعني بينما تيول بين شارع شارعين لازم تلقى واحد يعني محتاج طرفه ومحتاج كرسي وكذا، يعني هي أكثر شريحة يعني مهمشة يعني. اللي هي الأولى كانت اسمها نفس الحياة. كانت بتقدم شنو؟ والله هي مساعدة الفئات الضعيفة، زيارة دور المسنين والمعاقين، التبرع للمساجد ودور العبادة وهكذا. بعدها جت مبادرة باب الفرح. باب الفرح فهي برضه يعني عامة، فشنو كرسي الفرح هي متخصصة يعني الأشخاص ذوي الإعاقة بس، يعني زول لما يتخصص في حاجة يعني بيقدر ينجز فيها يعني. خلاك تتخصص في الكرسي الفرح للمعاق، لقيتك حالة بعدك شدتك أثرت فيك خلتك إنك تمشي فيها؟ والله يا أخي هو كان طفلي في الحاج يوسف كان محتاج لكرسي متحرك فالحمد لله كان وفرنا له في مبادرة باب الفرح، والتحية هنا للأخوان وإدارة كرسي باب الفرح. فلما يعني سلمنا الطفل ده في الكرسي يعني انا حسيت باحساس كده غريب خلاص، يعني انه ما لازم نحن يعني نقدم مساعدات عامه، يعني نزول لما يعني يخدم شريحه معينه احسن من يكون في شريحه عامه. فمن هنا كانت الانطلاقه يعني، قلت لهم يا اخي انا داير امشي مبادره ثانيه، داير امشي معي مرحبا. فانشاتها والحمد لله الى يومنا هذا قمنا بتغطيه 172 حاله وما زالت التغطيه مستمره يعني في الخرطوم وبالولايات يعني. طيب ذكرت انه في ناس وقفوا معك وساندوك، اول ما طرحت الفكره اول زول ساندك وقف معك كم؟ والله يا اخي اصدقائي على الفيسبوك يعني قمت يعني قلت انا دار انشي مبادره وكرسي الفرح يعني اسمع، فبعد ذاك طوالي انطلقنا يعني يعني اليوم الثاني طوالي مشيت غطيت حالي يعني سبحان الله. من هنا كانت الانطلاقه الحقيقيه يعني على الفيسبوك بس. من الفيسبوك؟ ايوه. الناس انضمت لك عبر الفيسبوك ولا كان في دعوات للانضمام للمبادرة ولا كيف تعرفت على بقية الناس؟ الله يا أخي أنا الذاكرة ما بتزعفني، لكن الدعوة كانت على الفيسبوك الأصدقائي بتاعين، بعد ذاك عملنا الجروب وأضفت الأصدقاء يعني. طيب البدايات دائما بتكون صعبة وبتكون بحاجات بسيطة، بديتوا كيف؟ والدعم ذاته اللي كان بيدعمكم منه ولا براكم كشباب بتقوموا بتغطوا الحالات دي؟ والله أنا ذاك الكرسي كانت تكلفته 6000 جنيه يعني طوالي بنعمل شير، يعني جاتنا حالة بنعمل شير، مرات في بيكون فاعل خير من برا السودان بيتصل بيتكفل بالحالة يعني بيقول المبلغ اللي انتو جمعتوه خلوه مصاريف للحالة.
بعدك بتستلم من القروش ولا بيكون في لا، مرات بيعملوا بنستلم حلقة كراسي من وصل ما برا، بين المحتاج وبين فاعل الخير؟ مرات بنستلم حوالة، ومرات بنستلم كرسي، ومرات بنكون حلقة وصل يعني ما بين فاعل الخير والحالة يعني. من خلال كلامك في البداية قلت انك انت غير الكرسي بتقدموا حاجات تانية للمعاقين اللي هي مشاية. غير الكرسي بنقدم مشاية وعصاية، وإن دعت الضرورة برف صناعي، يعني ده الخيار الأخير، أربع معينات حركية. لحد الآن قدمتوا كم مية مساعدة ولا كم حالة 172 حالة من للآن. كل المساعدات المختلفة؟ أيوة، وما زالت التغطية مستمرة. طيب المؤسسات والنقابات السودانية وغيرها اللي وقف معاكم منو ودعمكم منو قدم لكم سند؟ والله يا بس أفراد بس، يعني نحن داخل وخارج السودان إلى الآن يعني ما طرقنا باب أحد نهائي، يعني جنيه مني وجنيه من غيري وعشرة ومية بنجمع وبعد ذاك بنمشي. طيب في تواصل ما بينكم وما بين المبادرات الشبابية الاجتماعية الخيرية التانية ولا؟ أبدا والله، لكن كان دعينا إلى اليوم العالمي للمعاق من قبل مركز الشراكة التطوعي ومجموعة قلوبنا لهم السعيدية، كان شاركنا معاهم في اليوم العالمي للمعاق، ومن ضمن المنظمات نحن كنا مشاركين معهم يعني، باعتبار إننا يعني يعني مجموعة بتمثل المعاقين يعني بتدعمهم، دعينا إلى هذا اليوم وكنا حضور يعني. طيب صدام في عدد من الحالات اللي تم تسليمها عدد من المعينات والمساندات اللي انتوا قدمتوها، نحن حنتابع الحالات وحنشوفها وحنراجع. يمكن عمل كبير جدا قمتوا به صدام من خلال المقاطع ومن خلال الصور اللي شفناها، ان شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم، وان شاء الله زي ما جاء اسم المبادرة ذات قرص الفرح تدخلوا دايما الفرحة في قلوب المحتاجين وقلوب الغير، وان شاء الله كمان ربنا يدخل الفرحة في قلوبكم انتوا كمان. اللهم آمين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. صدام البدايات زي ما ذكرت انه دايما صعبة، فكونك تقنع الناس انه دي مبادرة وخيرية ويعني بشوف انك انت زول يداب في بداية حياتك وشاف في بداية حياتك، كونك انت تقف مع كمية من الناس المحتاجين لك دي حاجة صعبة شديد، فقدرت تقنعهم كيف انهم هم يدعموك معنويا خلينا نقول عشان يقفوا معك؟ والله يا أخي بالتأكيد يعني العمل الإنساني هو عمل نبيل، فنحن يعني كشباب زول لازم يشغل يعني نفسه بالعمل الطوعي، لأنه هو رصيد للآخرة وهو اللي بوديك بعدين اللي قدام، يعني الدنيا دي ما فيها حاجة، الدنيا شين فيها ولا نقدم فيها. طيب أكبر العقبات اللي واجهتك والمشاكل اللي واجهتك في مشوار المبادرة وقدرت تطلع منها كيف؟ والله يا أخي بذكر من المواقف، يعني كان ماشيين نسلم كرسي بدون ذكر اسم في صوبة، فلما جهزنا الكرسي ومعانا يعني مديرة بتاعة مدرسة ماشيين نسلمه لطفلة، فسبحان الله لما دخلنا المنزل يعني أم الطفلة شوية يعني مريضة يعني حالة نفسية، فهي مفتكرانة شنو إنه يعني زوجها هو مطلقة، يعني مفتكران إنه زوجها يعني مرسلنا نحن نسوق البيت يعني، فقالت من هنا لا أنتوا ما حتسلموا على الكرسي، بس من هنا والقسم طوالي، فنحن طوالي قمنا رجعنا الكرسي ومشينا. ما سلمت ما للطفل؟ سلمنا، ما حاولتوا؟ طيب ما في طريقة لأنه الحلة كلها تلمت، قالوا شوية الأمة دي بحالة نفسية شوية يعني إلا تجيب أبوها وأبوها يجي يسلم الكرسي، فأداك عن طريق أبوها، اتصلنا به لاحقا عن طريق أبوها، الحمد لله استلمت الكرسي الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. طيب قصة أو حالة مرت بيك كانت صعبة جدا وأثرت في صدام، يعني قدر ما تقعد مع نفسك بتكون متأثر جدا ومتذكرة؟ والله أنا طبعا أول مرة أقعد مع شخص ويحكي لي قصة حقيقية وأسمعها منه يعني،
يعني بتذكر أحد الأخوان كان مشلول تماما، يعني بيحكي لي إنه مشى المستشفى، فالدكتور قال له والله أنت علاج ما عندك إلا بس بعد ده يعالجك الكريم. يعني قال له ما دام أنا علاج عند الكريم دي يعني محلولة يعني. فسبحان الله الرجل ده ذاته مشى الحج، فهو هناك يعني قاعد مع أصحابه قال لهم يا أخي أنا ماشي ماشي الحرم ماشي أصلي. فسبحان الله في شاب قال له يا أخي أنا بمشي بوصلك. لما نوصل هناك في السياج بتاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبضه وقاعد يبكي. يعني لما جا راجع سبحان الله زول المشلول ده ذاته جا داخل ماشي عادي سبحان الله قاعد يحكي لهم قال لهم يا أخي أنا قلت لكم رحمة معينة حسيت بين النبي قال لي تعالى يعني. سبحان الله الكرسي بتاعه زاده كان مشوه هناك جابه هنا سبحان الله. أنا مشيت سلمت حالي في القباري في الحالة ذاته مشيت حالة قعدت في الكرسي بتاعه ذاته. يعني أنا القصة دي لحد لما ما قادر أصدقها ذاته لأنه ما سمعتها منه ولو ما مرت بك شخصيا. أي والله. طيب على ذكر القضارف ده بيأكد معناه إنه أنتوا كرسي الفرح ما على الخرطوم بس، بتطوفوا عدد من الولايات، بتقدموا مساعدات لعدد من الحالات في الولايات المختلفة. بالتأكيد يعني كان مشينا دنقلة ومشينا عبرة مشينا برضو قري مشينا الجزيرة كلها جنوب مدني عارف الكاملين. يعني ما بقتصر على الخرطوم بس يعني هي مبادرة قومية يعني. طيب صدام يمكن أنتجت دراما باسم دراما كرسي الفرح للمعاق. بالتأكيد يعني في النهاية يعني نحن قررنا إنه نعمل دراما تجسد هدف المبادرة بشكل خاص وعمل الخير بصورة عامة يعني. لأنه الدراما بتقدم يعني بصورة أوسع بتقدمك للمجتمع، ففي ناس لحد الآن ما بيعرفوا يعني عندهم يعني أشخاص ذوي إعاقة ما بيعرفوا فيس لا بيعرفوا، لكن لما نفتح التلفزيون ويشاهدوا الدراما أداك بيعرف يعني. أداك برضو حتكون برضو في شكل يعني إذاعة، برضو في ناس ما عندهم تلفزيون أصلا لما نشاهدوا الدراما دي برضو على الإذاعة وعلى التلفزيون حنترك رقمنا الموحد بعد ذاك إن شاء الله حيتواصلوا معنا. ما هي في النهاية الحكاية دي يعني عمل خير يعني. طيب أنت كمبادرة خيرية كونك تنتج دراما الموضوع ده ما كان صعب بالنسبة لك؟ والله يا أخي صعب، لكن التحية من هنا للشاعرة هدى أبو الكيلك هي من قامت يعني بكتابة قصيدة الأغنية وقام بالتلحين المادي عبد العظيم الفاضل له التحية من هنا. فبعد ذاك شوية كده صعبة لأنه أنا شغال حالات كل يوم بترني حالات، يعني صعب أترك الحالات وأمشي للجانب الدراما، فشوية واجهت فيها صعوبة لكن الحمد لله ربنا سهلها. وبعد ذاك جيت للجانب بتاع الدراما، يعني في عدد من الدرامين يعني أبرزهم الكندي الأمين، رحاب كرار، روح محمد نعيم سعد، ريم الطيب، وبعد ذلك زاكر سعيد، محمد عبد الله، وبعض من الإعلاميات يعني رقية يونس، أمنية محمد، هكذا يعني. التحية لهم كلهم من هنا. طيب الدراما حتبث عبر اليوتيوب ولا في قنوات سودانية عشان تصل لكل الناس؟ والله إن شاء الله يعني حتبث في عدد من القنوات إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد زي ما قلت الهدف منها معروف، التعرف بكرسي الفرح للمعاق. بالتأكيد. الدراميين ذاتهم أنت وصلت لهم كيف، وكونك تطرح لهم الفكرة ذاتها كانت كيف، وتقبلهم للفكرة هو ذاته كان كيف؟ والله طبعا كرسي الفرح يعني من ضمن تحت لواء يعني مختلف الفئات العمرية والمقامات السامية، يعني منهم الوسط الفني والإعلامي والموظفين والطلاب وهكذا يعني. فما وجدت فيها صعوبة يعني، لأنه أصلا يعني الفنان منضم إليها والدرامي منضم إليها يعني، بس طرحت الفكرة في الجروب بعد ذلك قلت داير أعمل دراما. فالحمد لله كتب السيناريو أحمد عجيب برضو ما يعني ما أنساني أشكره، والمخرج النزار محمد جمعة، والمصور الهادي لهم كلهم التحية والله الناس ما قصروا إن شاء الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله. ده طوالي بقدني لسؤال إنه كل تسليم لكرسي الفرح بيكون معك واحد من نجوم المجتمع. بالتأكيد. كان هدفك شنو لما فكرت في الحاجة دي؟ والله طبعا برضو ده بيغودني برضو لي قصة يعني. كان مشينا سلمنا حالة في الزاكياب، فمن قبل نمشي نسلم وقلنا يا أخي أنت فنانك المفضل منه؟ قال روح محمد نعيم سعد. فروح طبعا صديقة للمبادرة تواصلنا معاه ومع أمها الاثنين جبناهم. فلما جينا مدخلينه والحاجة روح جات سايق الكرسي يعني سلمته، يعني هو فرحته ذاته كانت لا توصف يعني قعدت معه. اي والله.
فرحة النجم وفرحة الكرسي، يعني هو فرح بروح أكثر من الكرسي دار يعني. يا سلام، ده دعم تحية معنوي لها من يعني. هنا كمان رؤى محمد أي النايم. والله تحية له. فالهدف من إنه يعني أصطحب معايا النجوم دعم معنوي للحالة يعني، لأنه مرات في ناس بيفرح بالنجم أكتر من الكرسي ذاته يعني. أنت لو ما تجيب معاك نجم لحد منزل الحالة ذاته، ده في حد ذاته فرح يعني. أنا استحبت معايا ناس عصام محمد نور ووليد ساك الدين الشاب سعد، كلهم لهم التحية من هنا يعني. لهم التحية من هنا أكيد. طيب صدام، رسالة لكل الشباب اللي في عمرك اللي حابين إنهم هم يقدموا شيء للمجتمع ولخدمة المجتمع، وخايفين من إنه الحاجة دي الناس ما تتقبلها أو ما يلقوا الدعم أو ما يلقوا زول يقف معاهم ويسانده. والله يا أخي أنا يعني بلخص كلامي في مربوعة شعرية بقول: كل هزايلة لا تفضل أنيس لا طير، وكل هزايلة المال والبنون والغير، كل هزايلة مصيرنا نلاقي نكير، وكل هزايلة نقدم فيها عمل الخير. دي دعوة ليكم كلكم إنكم تنضموا لمش كرسي الفرح يعني، لأي منظمة أنتوا شايفين إنها يعني بتوصل حاجتكم لمكان الصحيح يعني، تنضموا لها، لأن الدنيا دي كلها زايلة يعني ما فيها حاجة. فده بعدين يبقى رصيد للآخرة، وما في حاجة أصلا الدنيا دي كلنا فيها يعني، إحنا ضيوف يعني بنعدي رسالة معينة. أنا شكرك جدا صدام الجزولي، الله رئيس يكرمك. ومؤسس مبادرة كرسي الفرح للمعاق، سعدت بك جدا من خلال حلقة برنامج مع الشباب. شكرا جزيلا صدام. أنا اللي أسعد والله، شكرا لك يا أستاذ مرفت، وشكرا لكل التيم العامل بقناة النصر، وإن شاء الله يعني قدرنا نكون وصلنا يعني هدف نبيل يعني. إن شاء الله. شكرا جميلا صدام الجزولي، رئيس ومؤسس مبادرة كرسي الفرح للمعاق. شكرا جميلا لكل اللي تابعونا من خلال حلقة برنامج مع الشباب. بنتمنى إنها تكون رسالة وصلت لكل الشباب، لكل المجتمع السوداني، عشان منقف مع بعض، عشان نساند دايما بعض، ونخوت يدينا في يدين بعض، ندعم المحتاجين ونغيث المحتاج. دايما كل زول بيحتاج لنا يلقانا، لأنه ده حالنا نحن، ودي عاداتنا وتقاليدنا، ودي التربية اللي تربينا عليها نحن كسودانيين. لحد ما ألقاكم في حلقة جديدة مع الشباب، مع السلامة.